كتيبة علمة 49 دفاع جوي والسيطرة عليها. نحن الآن في غرفة رادار تم اغتنامها وصارت تحت تصرف الجيش الحر. هذه رادارات كان النظام المجرم أيضا يستخدمها لينكل بالمدنيين الأحرار ويرتكب مجازر بحقهم ويستخدمها ضد السوريين. انظر إلى هذه الغرفة، غرفة رادار أيضا صارت تحت تصرف الجيش الحر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه علينا. غرفة رادار اغتنمها أبطال الجيش الحر وصارت تحت تصرفهم بالكلية. هذا ما أكرمنا الله تعالى به، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سنستخدم هذه ضد النظام المجرم حتى نحرر البلاد ومن رجس هذا النظام المجرم.